عطي لوالدي هبابة يوعي لعينيه إلى زغوليه، وعطيه العصير ورا في الكاس كبير، حكوا لي يا نيفي يا هاك البنانة. أعطيه إن شاء الله قريب وقريب بزاف مع صفاء وهناء، قريب واحد العمل جديد غادي يكون إن شاء الله غادي ينال إعجاب الجمهور. حنا دايرين داكشي ديال زمان، بغينا نديرو واحد الفيديو كليب ديال الناس ديال زمان، داكشي القديم وداكشي التقليدي إن شاء الله تتشوفوه. إلا جيت نقول داكشي اللي بغيت نقول كتير بزاف وما غاديش نوصفو ليها في كلمة صغيرة، واللي غادي نقول ليها حتى أنا كنحمق عليها وكنبغيها، والله يخليها ديما تاج فوق الراس. ما كناش هنايا، ما كناش حاضرين وكانت عندنا خدمه، ما نقدروش دايرين خدمتنا ما نقدروش نخليوها، وتا هي غنبغي نقول لها الله يكمل عليها بخير والله ييسر ليها والله يكمل عليها كمال ديال الخير، العقوبه للبنيات كاملين ان شاء الله. مخاصمه معاها تنهضرش معاها، مابقاتش معايا وانا عزلت الجروب ديالي بوحدي وبقيت بتخدم معايا هذيك السيده صافي. لالا غيتا متواجده معايا وكاينه معايا وما عمرني تفرق عليها وما عمرني نتخاصم معاها، وغادي تبقى ديما الام الثانيه ديالي، وراه هي فين جالسه غير ما مستعداش انها تصور معايا اليوم حيت عيانه شويه بالخدمه والسفر، داكشي علاش ما قادراش. راه هي سمعينا صوتك غيتا، هاكي وهاكي يا لالا. اعطي لوالدي معكم هاد الشيء اللي كان. كنشكر القناة الدار وكنشكر البنات كاملين اللي حاضرين معنا، وكنشكر الجمهور ديالي، وأحلى تحية وأغلى تحية لأحلى ميكاب عندنا في مراكش جواد قنانة في ديتك أنا. ألو ماما، ألو ماما. وكنشكر عزيزة بوجريدة اللي هي صاحبتي وهي كلشي، وكنحماق عليها ونوح عليكم كاملين الجمهور ديالي.